للأمة الإسلامية حضارة رائدة. واتكلمنا عن الحضارة الإسلامية، إيه اللي بيميزها؟ أسس قيمها؟ الاتنين نفس الإجابة، واحد ارتباطها بالدين الإسلامي فهو المرجع ليها سواء القرآن الكريم أو الحديث الشريف، محافظتها على اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، اهتمامها بالعلم اقرأ، استنادها إلى قواعد أخلاقية زي الحرية زي التسامح، انفتاحها على ثقافات الحضارات. الحكم والإدارة تمثلت في الدولة الإسلامية في عدة جوانب، الخلافة وهو نظام نشأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الوزارة وهو لمساندة الخليفة، الإمارة وهي الولاية، الدواوين التي أنشأها عمر بن الخطاب بسبب اتساع الدولة الإسلامية، نظام الحزبة لمراقبة الأسواق، الشرطة وذلك لملاحقة المجرمين ونشر الأمن، القضاء للحكم بين الناس، الجيش والأسطول لحفظ أمن البلاد. عند المسلمين أول حاجة العلوم الشرعية، وتتمثل في علوم القرآن الكريم والفقه والحديث والتفسير، أما عن علوم اللغة زي مثلا البلاغة الشعر، والتلاتة العلوم الاجتماعية تاريخ جغرافيا وفلسفة، والعلوم الطبيعية وهي العلوم القائمة على ظواهر طبيعية وخصائصها معتمدة على الملاحظة والتجريب. الخوارزمي عرفنا الصفر وهو مؤسس علم البقر الرازي من أشهر علماء الطب وأوضح كيفية الإبصار في العين. جابر بن حيان استطاع تحضير ماء الذهب والفضة ويطلق عليه أبو الكيمياء. المؤسسات التعليمية الإسلامية وهي تنقسم ثلاثة أقسام، مؤسسات دينية وهي القسم الأول وممثلة في الجوامع والمساجد والزوايا، ومؤسسات مدنية وهي القسم الثاني وتنقسم إلى كتاتيب، مدارس وجامعات، إلى جانب المؤسسات العسكرية. الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية ازدهرت كلها. أول حاجة هنتكلم عنها الزراعة، فشقوا الترع والقنوات وأقاموا الجسور وقاموا بإصلاح الأراضي الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع جودة التربة وزيادة إنتاجها، وتنوع المناخ أدى إلى تنوع المحاصيل. أما عن الصناعة فأشهر الصناعات موجودة قدامي في الصور زي الصناعات الفخارية والصناعات الخشبية والصناعات الجلدية وغيرها. أما عن التجارة فقد ازدهرت التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.